أقامت مجموعة من المؤسسات والمراكز الدينية في برلين والمدن الألمانية الأخرى دروسا فقهية وعقائدية باللغة الألمانية للشباب المسلم من مختلف الجنسيات. القائمون على الدروس أكدوا ضرورة إقامة هذا النشاط الديني في جذب الشباب من أجل ترسيخ مبادئ الدين الحنيف في نفوسهم، مشيدين بالجهود المبذولة في نقل المعلومات الدينية الصحيحة إليهم، كون الكثير من الشباب لا يتكلمون اللغة العربية. محمد الخفاجي يطلعنا على المزيد في سياق هذا التقرير. بدأت هجرة المسلمين إلى ألمانيا منذ أكثر من 50 عام، وبما أن الجيل الثاني الذي نشأ في ألمانيا أصبحت لغته الأم هي اللغة الألمانية، وكذلك وجود عدد متزايد من الألمان الذين يدخلون إلى الإسلام، جعل الحاجة إلى وجود دروس باللغة الألمانية حول العقائد الإسلامية والفقه الإسلامي ملحة جدا. فإحنا نحاول إحنا نعطي دروس فقهية عقائدية تفسيرية باللغة الألمانية، ونحاول يعني نشجع الشباب لكي يفتهمون هاي الأبحاث، وعلى مود بالنهاية لأن هم من يكبرون راح يربون هم جيل جديد كذلك، فلازم لابد يعني تعلمون الأبحاث الفقهية العقائدية على مود يوصلوها للآخرين بعدين. يقوم الشباب المسلمون في مسجد الحسنين عليهما السلام بإقامة دروس فقهية باللغة الألمانية، ويقوم الشباب بترجمة بعض الدروس الفقهية لعلماء الدين التي تبث على الفضائيات إلى اللغة الألمانية، ومن ثم يلقيها أحد الأخوة الذي لديه اطلاع كافي في هذا المجال. شريحة الشباب من الشرائح المهمة كما هو معروف في الحياة، سواء الحياة الإسلامية أو الحياة العملية، ونحن هنا في الاغتراب بالحقيقة محتاجين جدا إلى مثل هذه الجلسات لكي يتمكن الشباب من معرفة الإسلام الصحيح، معرفة الدين الحنيف، معرفة خط أهل البيت سلام الله عليهم. هاي البرامج المقامة هنا في المركز وفي كل مراكز الشيعة لابد منها أن تكون في ألمانيا، لأنه هنا الإعلان الوهابي والإعلان التكفيري قوي جدا، فلازم يكون فد قوة ضد هذه القوة اللي تقاوم وتهدي الشباب إلى الطريق الحق إن شاء الله، وهذا مهم جدا. يعبر الشباب المسلم عن حاجته لمزيد من الدروس والكتب باللغة الألمانية، وهذا ما يدعو إلى اهتمام أكبر في هذا المجال من الجهات الدينية. لقناة كربلاء الفضائية، محمد الخفاجي، برلين، ألمانيا.